اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر النيل، نتعرف فيها بالارقام والتحليل على اداء البورصه المصريه، والتي تتباين اداء مؤشراتها لدى غلق تعاملات اليوم الاثنين، حيث تراجع مؤشر البورصه الرئيسي EGX 30 بنسبه 17% مسجلا نحو 13000 نقطه و264 و282 من النقطه، كما هبط مؤشر EGX 20 محدد الاوزان النسبيه بنسبه 1.38% مسجلا نحو 13000 نقطه و237.8 من النقطه، بينما ارتفع مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه EGX 70 بنسبه 95% ليصل الى 477.37 من النقطه. زاد مؤشر EGX 100 الاوسع نطاقا بما نسبته حوالي 29% ليبلغ مستوى 1258.71 من النقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 31.77%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16.68%، ثم قطاع العقارات بنسبة 13.94%، بينما حل رابعا قطاع البنوك بنسبة 8.46%. وبالنسبة لفئات المتعاملين من داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحواذوا على نسبة 82.56% من إجمالي التعاملات، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واستحواذوا على نسبة 9.15%، كما اتجه العرب نحو الشراء أيضا وحصلوا على نسبة 8.29%. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو البيع واستحوذوا على نسبة 71.26%، في حين مالت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على نسبة 28.73% من إجمالي التعاملات. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فقد صدرها سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 9.24%، تلاه سهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير إيكون بنسبة 8.85%، ثم سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 8.82%، ثم سهم بنك قناة السويس بنسبة 7.94%. أما عن الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرها سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 8.30%، ثم سهم المصرية للمشروعات السياحية العالمية بنسبة 3.45%، تلاه سهم العربية للمحابس بنسبة 3.23%، حل رابعا سهم مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 3.15%. هذا وقد بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 632.8 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه. ومشاهدينا الكرام، للمزيد من التفصيل والتحليل سعدنا أن يكون معنا ضيفا في الاستوديو الأستاذ ماجد فتوح خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك أستاذ ماجد. أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ. حضرتك قبل ما نبدأ الحلقة، نتابع مع السادة المشاهدين التقرير التالي حول أداء البورصة، ثم نبدأ تحليلنا لهذا التقرير، فتابعوا معنا. الأداء المتباين لمؤشرات الأسهم لا يزال يسيطر على البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملاتها الاثنين ثاني جلسات الأسبوع. السوق تأثرت بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين أفرادا ومؤسسات، قابلتها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب والعرب أفرادا ومؤسسات أيضا. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 2.8 مليار جنيه، ليصل إلى 632.893 مليون جنيه بعد تعاملات بقرابة 1.25 مليار جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 تراجع بنسبة 17% بعد موجة صعود استمرت لأربع جلسات متتالية، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 95%، وارتفع مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 29%. محللون ماليون رأوا أن الجلسة شهدت عمليات جني للأرباح جزئية على أسهم المؤشر الرئيسي، مع صافي مشتريات من قبل المؤسسات الأجنبية في مؤشر إلى قرب العودة للصعود من جديد.
وأضاف المحللون أن مستويات السيولة تبدو في منطقة حيادية بين البائع والمشتري، ما يعد إيجابيا في جلسة تصحيحية. رحب بحضراتكم مجددا ونبدا تحليلنا لهذا الاداء مع ضيفنا في الاستوديو الاستاذ ماجد فتوح. يعني استاذ ماجد، البورصه اليوم بدات او فتحت الجلسات بمعنى الجلسه بمعنى اصح على حاله من التراجع، ثم بدات بعد كده تستعيد توازنها وانهت على مكاسب وان كانت ضئيله. التقييم حضرتك الاداء ده ازاي النهارده؟ هو اداء السوق المصري من اول يعني من 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 الربع الاخير من السنه اللي فاتت بعد الديفالويشن او تعويم الجنيه، أثر سعر الصرف على أن احنا قيمة العملة انخفضت بنسبة كبيرة جدا اللي هي تتعدى 70% من قيمة العملة، وبالتالي ده أصبح جاذب للاستثمارات الأجنبية بشكل كبير جدا، وبالتالي هم الأجانب بعتوا أو أرسلوا لنا مجموعة كبيرة من الاستثمارات أو الهوت ماني زي ما بيقولوا في خلال الفترة اللي فاتت، لأن الجنيه النهاردة بقى يعني او الدولار بدل ما 8 جنيه بقى بنتكلم في 18 جنيه او متوسط السعر ده، فبالنسبه لهم بقينا مور اتراكتيف او بقينا جاذبين جدا الاستثمارات بالنسبه لهم. ولو حبينا نحط الاندكس او الاي جي اكس 30 او 70 او 100 بالجنيه المصري وبالدولار الامريكي، بالجنيه المصري هنلاقيه هو في البيك او يعني شايفينه لسه في البيك، مع ان لسه قدامه تارجت كبير على المدى المتوسط الطويل، الا انه بالدولار احنا لسه في بدايه الطلوع للمستويات اللي جايه. علشان نقدر نقول السوق رايح فين او التارجت بتاع السوق فين، لازم الاول نقدر نقول احنا واقفين فين النهارده. احنا النهارده الاندكس عامل 13264 على المدى المتوسط الطويل في مستهدفات مفتوحه، يعني ما نقدرش نحدد بالظبط احنا رايحين لانهي نقطه بالظبط. كان في كلام 15 وكان في كلام 13 تبقى مقاومه، وكان في كلام لا 17 18 سمعنا 21 عارف. وسمعنا 24 وسمعنا ان المفروض يبقى اكتر من كده، بس كل الارقام دي ارقام افتراضيه. انما الحقيقي ان السوق المفروض الطلعه بتاعته توصل لغايه فين، ده تقدير المستثمر. يعني ما فيش حاجه في التكنيكال يقول احنا هنوصل لرقم كذا خالص، انما في حاجه اسمها مينيمم تارجت، في تارجتس مبدئيه، في لو كسر ليفلز معينه ممكن يوصلنا ليفل طبقا لفورميشنز بقى الاسوليترز معينه، بغض النظر عن الاداء الاستثماريه اللي بيستخدمها التكنيشن، انما في الاخر في تارجتس ممكن نقولها بس اسمها مينيمم تارجت. الاهداف دي ايه بالظبط يعني نقدر نقول عليها؟ هل هي محطوطه؟ يعني دلوقتي احنا مثلا هنقول احنا في 13 وكنا قربنا على 13000 نقطه وقربنا على 13000 نقطه و500، هل يعتبر اقرب هدف حسب التحليلات الفنيه ممكن يكون كام؟ 15 16 ده كده البدايه اللي بنتكلم عليها على المدى المتوسط والطويل. المدى القصير احنا بنلاحظ الفترة اللي فاتت ان كل طلعة للسوق بيحصل يعني زي كوركشن، بس بسايد واي بمشي بالعرض. الكوركشن ده بيؤكد ان مفيش شارب كوركشن، بيؤكد ان في دايما دخول السيولة في كل ليفلز من يعني النهارده نقدر نسميها تصحيح. النهارده نعتبر طبعا يعتبر النهارده تصحيح، وكل تصحيح بيتم عند نيو هاي جديدة او هاي جديد للسوق طبيعي يحصل تصحيح، يا اما عرضي يا اما نزولي. في الحالتين بنحدد السوق دوت في ضعف ولا في ويكنس ولا لا. الواضح ان اي جي اكس 30 يظهر فيه على المدى القصير حبه ويكنس، ضعف بسيط، ده ياكد ان في تصحيح ممكن يحصل، ولكن هيبقى سايد واي علشان خاطر هو لسه ما فيش حاجه تقول ان السوق نازل. يعني عرضي ما هوش مش خطير يعني مش مخيف، لان كان في بعض التوقعات او بعض الاراء كانت شايفه او نقدر نقول كانت بتحذر من فتره طويله فاتت ان لا هتحصل حاله من الارتداده جامده قويه او حاله من التراجع في السوق ثم بعد كده يرتد المؤشر ويحصل الصعود. لكن حضرتك بتقول ان هو هيبقى تصحيح عرضي، يعني مش ما السوق ما بيقولش كده، يعني هو السوق بيقول احنا كل ما بنطلع نجيب هاي جديده بيحصل نوع من انواع الكوركشن. الكوركشن ده بقاله من ال 12000 12500، من 12500 لل 13، من ال 13 وهكذا، كل ليفل بيطلعوا يجيب نيو هاي جديده بيعمل كوركشن ويذن رينج سايد واي. ده صحي، ده صحي جدا وده لازم يحصل، لو ما حصلش بقت مشكله كبيره. طب هو ايه الضعف اللي بنتكلم عليه؟ ان في حاجه اسمها روتيشن بتحصل جوه الاندكس نفسه. يعني اي جي اكس 30 مثلا ممكن تلاقي مجموعه اسهم ابتدى يخش فيها سيوله، يعني حاله من التغيير، اعاده هيكله. كنت هسال حضرتك عليها برضو بالزبط. ان الفلوس ما بتخرجش من السوق بمعنى صح، يعني بتحصل اعاده هيكله للمحافظ، ولا هل في بعض ما بيبداوا يحاولوا يعملوا عمليه جني ارباح بيخرجوا فلوس؟ هو في اسهم عملت تارجتس كبيره جدا وعملت نيو هاي لنفسها، وبالتالي بيحصل نوع من البروفيت تيكينج، فالفلوس اللي بتتباع بيها الاسهم دي بيخش في مجموعه اسهم ثانيه.
لكن ما بتخرجش. ما بتخرجش ما بتخرجش. لو بتخرج السوق، السوق لازم يصحح كتير بقى اللي احنا مش شايفينه اصلا. انما الروتيشن اللي بيحصل ده دي علامه ضعف في الاي جي اكس 30 شويه، وبالتالي ما بين مثلا هنلاقي اسهم زي قطاع هرماس مثلا ومصر الجديده هتلاقي بيخش فيهم فلوس لما التجار الدولي ابتدى يطلع. العكس، التجار الدولي النهارده كان طالع وعمل هاي جديده في اخر الجلسه، في حين ان هم الاثنين ما عملوش الايه الطلعه دي. ففي روتيشن اعاده تدوير تاني داخل بالظبط كده بالظبط. فده بالنسبه للاي جي اكس 30. بالنسبه للاي جي اكس 70 في مقاومه عند 495، فدي طبيعي جدا عند لما يجي تيست عندها يحصل كوركشن ولو برضو ولو عرضي. ولكن احنا شايفين ان اي جي اكس 70 اقوى شويه من اي جي اكس 30 خلال الفتره اللي احنا فيها دي. كل بيقول انه ما اتحركش، يعني الخبراء اجمعوا الفتره اللي فاتت انه ما هتحركش الحركه الطبيعيه بالزبط. اللي على الاقل توازي نصف مستوى مزبوط. حركه جي اكس 30 يعني طبعا علشان الدخول في اي جي اكس 30 كان بنسبه كبيره من الاجانب، وبالتالي المسلمين المصريين ما كانوش اصحاب الايد العليا في الطلعه اللي فاتت دي. انما اي جي اكس 70 لما السوق يبتدي يخش له سيوله ويحصل روتيشن، ومجموعه المصريين اللي كانوا عندهم في اي جي اكس 30 يعملوا بروفيت تيكينج، السيوله دي هتروح فين؟ فهتخش في اي جي اكس 70 طبعا. وهيحصل روتيشن برضو جوه اي جي اكس 70، بس هو انا شايفه ان هو الاقوى شويه لسه عنده الفرصه قبل ما يحصل اعاده التدوير طبعًا. دي تاني طبعا لا ده بالعكس، ده الاي جي اكس 30 يوم ما يحصل روتيشن جواه ويحصل بضعف شويه ويشتغل سايد ويف فتره، في فلوس كتير قوي هتخرج منه وتخش في اي جي اكس 70. فيخلينا عندنا باور في اي جي اكس 70 يطلع لنا مجموعه الاسهم دي لمستويات افضل شويه. وفي مجموعه اسهم ظهر دخل عليها مجموعه سيوله نقديه خلال الفتره اللي فاتت ديت، زي مثلا على سبيل المثال غاز مصر، على سبيل المثال الشمس الاسكان، على سبيل المثال في مجموعه اسهم ابتدى يظهر عليها باور شيرة. وخصوصا لو القطاع بتاعها في جي اكس 30 ابتدى يتشبع من الشراء زي ما بيقولوا، يبتدي يحصل روتيشن على الناحيه الثانيه، وده صعود لل 70 بالظبط. طيب بالنسبه للتقارير الدوليه استاذ ماجد اللي بتصدر برضه عن بعض المؤسسات بتؤكد ان الاستثمارات مقبله على مصر 2018 2017 18، بتؤكد ايضا ان معدلات النمو هتكون مرتفعه. يعني مودس اصدر التقرير النهارده بيقول ان احنا احتمال مصر تحقق معدل النمو حوالي 4% السنه دي، يصل 4.5 مع 17 18 الماليه. الى اي مدى تؤثر هذه التقارير الدوليه التي تصدر يعني في الوقت الحالي على اداء المؤشرات وعلى برضه سعر الاسهم اللي ما وصلناش بيه للقيمه العادله؟ مظبوط. هو طبعا التقارير اللي بتطلع من مؤسسات عالميه ما بتبقاش تقارير هوا او تقارير لا، ده تقارير بيزد على مؤشرات داخليه، مؤشرات معدلات النمو اللي هم شايفينها دي بيزد على حاجات موجوده في ارض الواقع فعلا. وبالتالي هم يمكن يكون التركيز عندهم شويه في الاستثمار المباشر. الاستثمار المباشر بيكون هو المستفيد الاكبر من التقارير دي، ودخول مجموعه كبيره من المستثمرين الاجانب او العرب صوف مصر بيزد على الكلام ده، لان هم في الاخر شايفين ان عندنا الاسعار المفروض ارخص، العمله عندنا هتديهم فرصه كبيره قوي ان هو يدخل رؤوس الاموال دي فيستثمر، فيبقى عنده هامش ربح مناسب بالنسبه له. وده طبعا ريفلكتد او هياثر بالطبيعي على سوق المال المصري، ان هو ان احنا اوريدي القيمه العادله لكل الاسهم اللي موجوده في السوق لسه ما وصلناش ولا سهم من السوق. حتى الاسهم اللي طلعت وعملت تارجتس كبيره دي بالمقارنه بسعر الدولار هي لسه ما عملتش حاجه خالص. عشان سعر الدولار حضرتك جبت سعر الدولار، احنا عايزين نفهم بالظبط ايه يعني الجانب الايجابي في تحويل سعر الصرف مقارنه ما بين الدولار والجنيه، والى اي مدى سيستمر هذا الجانب الايجابي مؤثر على ارتفاعات البورصه، لان البعض بيتوقع انه في حال ثبات الدولار قد يحدث هبوط للمؤشرات في البورصه او تراجع لاسعار الاسهم، ودي نقطه يعني بتؤدي الى حركه قلقه يعني ما هماش ماشيين مطمنين. فعايزين نفهم برضو الجزئيه دي بالظبط. هو النهارده اي استثمارات بتيجي من الدول الاجنبيه او من الصناديق الكبيره بره بتخش مصر بقيمه 8 جنيه 85 ولا تخش بقيمه 18 جنيه، ادي نمره واحد. فاللي المليون دولار بقت النهارده بدل 8 85 بقت 18، وهي كانت موجوده مليون. اصلا قبل مساله تحريك سعر الصرف. ما هو دي بقى الاستثمارات الجديده اللي انا بتكلم عليها اللي هي بتعدل من 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 قيمه او تحسن سعر الصرف ده، علشان يقدر يحقق ارباح الفتره اللي جايه لازم يضخ رؤوس اموال جديده بسعر الصرف الجديد. تمام. ده هيخليه يقدر ان هو خلال الفتره اللي جايه يعمل بومينج او طلعه كويسه للسوق، لان سعر الصرف رخيص، هو بالنسبه له المبلغ ده رخيص اقصد اقول يعني. فهيساعده جدا ان هو ينفست في السوق المصري، يفضل يضخ استثمارات جديده، وهيساعد ان هو
لان احنا مور تشيبست او احنا ارخص بكتير قوي من اسواق تانية كتير بالقيمه اللي هو بيقيم بيها اللي هي الدولار. فطبعا ده اول جزء اللي هو ضمانه استمرار هذه الاستثمارات بالظبط. تاني حاجه اللي هي سهوله دخول وخروج العمله لمصر. ان هو المستثمر الاجنبي محتاج ان هو الفلوس اللي تخش يقدر يخرجها في اي تاني بالدولار، ودي اكدتها الحكومه من يومين. اكدتها الحكومه بالظبط كده. ده تاني حافز، وده كان سبب لطلوع السوق الفتره اللي فاتت ان هو ضامن. ما هو لو ما كانش ضامن ان يخرج ما كانش هيجي من الاول اصلا. طيب. حتى لو كنت ارخص هو يهمه عمليه مرونه الدخول وخروج العمله. نمره ثلاثه، طب هل النهارده الشركات مع معدل النمو في الاقتصاد المتوقع خلال الفتره اللي جايه اللي بتقوله جميع المؤشرات او البيوت الخبره العالميه مش هتاثر على القطاعات، مش هتاثر على الشركات، مش هتاثر على الكلام ده في معدلات النمو والربحيه بتاعتها؟ ديفينتلي هتاثر، طبيعي انها هتاثر عليها. تمام. وهو النهارده دائما وابدا البورصه بتسبق الواقع والحاسه طبيعي. فالنهارده طب هما شايفين الحاله الاقتصاديه تحسن خلال 2017 2018 يبقى ادي حاجه. طب هتاثر على قطاعات ايه؟ طب القطاعات ايه اللي احنا هنخشها؟ يعني على سبيل المثال احنا كنا بنتكلم على قطاع الاسكان، قطاع البتروكيماويات، قطاع الاسمنت مثلا في اي جي اكس 70 مثلا على سبيل المثال. القطاعات دول النهارده لسه ما اتحركوش في اي جي اكس 70 اصلا. يعني حتى الطلوع اللي موجود مع دخول كاش فيها ده اسمه تجميع للمبالغ دي. في اي جي اكس 30 نفس القصه، مصر الجديده كان مقيمها مجموعه من المؤسسين 54 جنيه و60 جنيه. ما حتى تلاحظ النهارده ان قطاع العقارات تحديدا هو ما تراجعش التراجع اللي حصل مع بدايه الجلسه النهارده. مزبوط. وفضل متماسك، وبالعكس ارتد كمان في حال النسبه بتاعه التراجع بتاعته. ده يخلينا نقيم القطاعات برضو ازاي في وسط كلام حضرتك. يعني شايف انت اداء القطاعات وتقييمك لها ايه؟ انا شايف ان قطاع البنوك وعلى راسهم البنك التجاري الدولي واهتمام الاجانب بيه بشكل كبير، انا شايف ان لسه في بوتنشال لطلوع اكبر من كده. شايف كمان ان قطاع الاسكان قطاع واعد جدا، لان القطاع ده لو يعني الفير فاليو بتاعه لو حسبناه على النت اسيت فاليو بتاعته زي مصر الجديده مثلا عندها لاند بانك جبار، ومع ذلك مقيمه في اغلب التقييمات ب 2000 جنيه المتر و2500 جنيه المتر. يعني ارقام يعني برضه هي لسه احنا بنتكلم ان احنا خارج القيمه العادله للاسهم بكتير بكتير بكتير, بكتير. وتكنيكلي بيقول ان احنا ارخص كسعر صرف، ارخص كقيمه عادله، ارخص يعني كل المؤشرات تؤكد ان اجابات الصعود ميديا لونج تيرم. لازم السوق يطلع، ما ينفعش يفضل الاسعار دي اصلا. طب ادام الظروف مؤتيه قوي كده يا استاذ ماجد، كان تم الاعلان عن ان هناك شركات ستطرح قبل في النصف الاخير والربع الاخير من، وتاكدت هذه التصريحات من عام 2016. طيب. ولم يتم عمليه الطرح الى الان، ودلوقتي مع بدات 2017 برضو بنسمع عن هناك هيكون نسبه طرح لبعض الشركات، شركات البترول على وجه التحديد، وكان ايضا هناك اعلان عن البنوك. مظبوط. لماذا تاخر هذا الطرح؟ والى اي مدى يؤثر حدوثه في هذه الفتره بالتحديد؟ يعني نجاح اي طرح بيعتمد على حاجتين. اول حاجه السيوله، ان يكون في سيوله في السوق، يكون في انتعاش في السوق. هل السيوله مش كافيه؟ لو وصلنا 2 مليار وكسرناه ما اختلفناش، بس احنا لسه في بدايه الطلوع. يعني لسه أكتر. يعني احنا بنتوقع اكتر من كده. طب هو احنا في بدايه الطلوع، احنا علشان السوق يبقى ناضج وينزل ده، والناس تقول لك الاكتتاب دوت انا هخشه، ويبتدي يبص على القيمه بتاعته تستاهل او ما تستاهلش، كل الكلام ده بيبقى واحد خلاص هو جوه السوق ومقتنع بيه. في ناس كتير قوي خرجت من السوق من الافراد بالذات ولسه ما دخلوش لغايه النهارده، يقول لك لا السوق طلع السوق طلع. كل الناس دي مش هتخش السوق غير لما هتشوفه اعلى من كده كمان. ليه؟ لان هو شايف ان لا لسه في فرص، وهيخش في الاكتتابات على فكره. يعني هي دي هتبقى فرصه دخول اغلبيه الناس اللي خرجوا من السوق، يقول لك هي مع عمليه الطرح الجديده، مع عمليه الطروحات الجديده. هم هي دي اللي هتدخل مجموعه المستثمرين اللي هم قالوا لا السوق طلع، في حين هم يعني بالنسبه لهم طلع بالقيمه الجنيه، انما في الحقيقه زي ما اتفقنا ان هو ما طلعش. فالاكتتابات دي هتبقى فرصه كبيره جدا لدخول رؤوس اموال جديده. فهو محتاج سيوله نمره واحد، والسوق يكون فيه انتعاش نسبي، يعني مش في بداياته لا، محتاجه يعني بعد اللي احنا طلعناه ده كله شايف ان هو بدايات؟ انا شايف كل ده بدايات طبعا. يعني مع ان البعض بيقيموا ان هو انتعاش يعني، ودي ارقام تاريخيه ما حصلتش قبل كده. وعايزين برضو نتكلم على حته انها ليه الارقام بتاعت المؤشر فعلا هي تاريخيه عاليه جدا، ولا تساوي قيمه الاسهم الفعليه، او لا تعبر عن صوره حقيقيه للقيمه العاديه للاسهم؟ او ببساطه شديده، احنا هناخد الاي جي اكس 30 ونعمله مثلا بالدولار، وهنعمله بالجنيه المصري. بالدولار هو في ادنى مستوياته، وبالجنيه المصري هو في اعلى مستوياته. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه، بما ان السوق بيسبق دايما الاقتصاد وبيسبق
معدلات نمو الشركات والقطاعات المختلفة، طبيعي جدا ان السوق لما يجي يطلع الفترة اللي جاية دي يطلع بايه؟ يطلع بالموجود كله بالظبط كده. فهو اي جي اكس 30 واي جي اكس 70 واي جي اكس 100 النهارده على سبيل المثال، اي جي اكس 100 طالع اخترق ال 1200 في اتجاه صاعد، وهيشتغل مثلا اتجاه عرضي بين 1100 و 1200، كسرتها دي تطلعنا لليفلز ال 1200، هو 1158 دلوقتي. المقاومه بتاعته 1200، لو كسرها انت بتتكلم في مستويات ثانيه خالص بعد كده طبعا. يعني كده فعلا دي كلها تعتبر بدايات، كل دي بدايات. النهارده القيمه العادله للشركات اقل بكثير لو النت اسيت فاليو، اللي هي قيمه الاسهم دي لو كانت قطاع اسكان مثلا. قطاع البنوك بحجم الودائع فيها، قطاع البنوك حجم الودائع زاد بسبب الايداعات الدولار بعد تحرير السعر بالظبط. بالنسبه لقطاع الاسمنت، هو قطاع لسه واعد، لسه ما عملش اي حاجه الفتره اللي فاتت. عندنا سهم زي عربيه اسمنت وزي جنوب الوادي لسه قدامهم بوتنشال كبير جدا في الطلوع. عندنا قطاع زي بتروكيماويات، اموك، اسك للتعدين، كل الكلام ده لسه ليها بوتنشال كبير. برضه ما شفناش تاثير قوي للقوائم الماليه بتاعت الشركات في نهايه العام الماضي، ما شفنالهاش التاثير اللي كان منتظر كرد فعل. دي كنقطه. النقطه الثانيه ان بعض الاخبار بتنشر يوميا تقريبا بصوره متلاحقه، برضه شايف حضرتك تاثيرها؟ زي مثلا كان في خبر امبارح بالامس تقريبا او تقريبا بالامس على ان سهم جلوبال هيطرح هيبيع حوالي مليار او مليار ونص تقريبا بثمن معين لجي دي ار في الخارج. عمليه الاخبار دي تاثيرها ايه، والمواطن او المستثمر البسيط يقدر يفهمها ازاي عشان يتعامل مع السوق بدون عشوائيه؟ يعني بالنسبه لجلوبال تيليكوم على الخصوص، عشان ده الخبر كان بتاع النهارده، يعني ان ده عرض شراء لشهادات الايداع الدوليه اللي هو 500 مليون سهم على 97. ده اولا انا شايف ان هي المفروض تزود السيوله في السهم في السوق المصري، تمام. بس علشان تزود السيوله في السهم في السوق المصري مش هتبقى من اول، لان في مجموعه من البيع هتتم علشان خاطر خروجه من الجي دي ار. دي نمرة واحد. يعني عموما انا بس انا هو وقت البرنامج للاسف بيداهمنا، يعني مساله الاخبار بشكل عام على الاسهم ايا كانت بدون مسمياتها، ايا كانت هذه الاخبار ساعات بتفهم غلط، ده بيدي نتيجه عكسيه يعتبر على السوق. يعني الاحسن بقى في الحاله اللي زي دي ان انت تترجم الشارت بتاع كل سهم من دول والتاثير الاخبار دي عليه، تمام. ساعتها تقدر تحدد كويس قوي انت الخبر ده ايجابي ولا سلبي. لو انت مش قادر تترجمه ايكونوميكلي او يعني ماليا في الشركه بالظبط. طيب في الثواني المتبقيه توقع حضرتك لبكره ان شاء الله تشوف الجلسه ازاي؟ ان شاء الله انا متخيل ان بكره السوق باذن الله هيكون يبدا هادئ جدا، بس هيحصل فيه باور شورا محترم في الجلسه، وخصوصا في مجموعه الاسهم اللي قفلت اخر الجلسه كويس النهارده، زي انا شايف زي التجاري الدولي، زي بشكل عام يعني بشكل عام مجموعه الاسهم اللي هي النشطه في السوق هتكون فعلا هتستمر في الطلوع بتاعها بكره. فده يعني ان شاء الله يكون جلسه موفقه لكل الناس اللي هتتفرج عليها باذن الله. ان شاء الله. استاذ ماجد فتوح خبير اسواق المال في نهايه حلقه النهارده، بنشكر حضرتك على التفاؤل والمسحه الجميله اللي حضرتك اضفتها على الاداء البورصه المصريه، ونتوقع كل خير ان شاء الله. بنشكرك، ربنا يخليك. ميرسي لزو حضرتك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه حلقه اليوم برنامج مؤشر لينا. نشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.